متابعين معكم، وانا اليوم بالبداية بدي ارحب بضيفتنا المصممة وردة منصور. صباح الخير وردة. صباح النور، كيفك؟ الحمد لله تمام. وردة بهنيكي وبقول لك كل سنة وانت سالمة بمناسبة المولد النبوي الشريف. اول شيء انت سالمة، وانا كمان بدي اهني كل الوطن العربي بذكرى مولد النبوي الشريف. اهلا وسهلا فيكي يا وردة. طبعا اليوم احنا الفقرة تبعتنا مخصصة اكثر للسيدات المحجبات. في عنا سيدات بيختلف طريقة تدويرة الوجه تبعتهم، وبيختلف كمان عندهم طريقة لبس الحجاب. لكن بدنا نحكي اكثر عن السيدات اللي هم بالعادة بيكون الحجاب تبعهم تقليدي اكثر، وما بحبوا انه يغيروا الشكل تبع الحجاب، وحابين يعملوا او يضيفوا اضافة. اليوم وردة راح تعرفنا اكثر عن هذا الموضوع. وردة، بدنا نحكي أول شيء عن الحجاب التقليدي. الست المحجبة اللي بتحب تلبس حجاب، لكن أكثر شيء أنه بتحب يضلوا بالصورة التقليدية وما تغير فيه كتير شغلات. أي صورة أو أي مانيكان من الموجودين عندنا هي للحجاب التقليدي. هلأ في ناس ما بتحب تغير الستايل الحجاب تبعها، أو بتحب الموضة بنفس الوقت ما بيلبق لها، لأنه أوقات مش كل الوجوه بيلبق لهم نفس الشيء. في عنا الوجه الضعيف، الوجه المليان، الوجه المطاول، فلازم كل واحدة تختار لفة الحجاب المناسبة لها. هلأ رح نحكي عن لفة، رح أحكي عن أو بالبداية عن هاي اللفة. تمام. أوكي، هاي اللفة أول إشي أنا مختار اللون النيون. أنا ملاحظة إنه عندك جرأة بالألوان. كتير في ناس بتحب النيون، بس ما عندها جرأة أنها تلبسه، فلازم تعرف كيف تلبسه مع أي ألوان تختاري لحتى تخففي من حدة اللون. فاخترت هاي اللفة زي ما أنتوا شايفين. لحتى أول إشي مغطية الرقبة بحركة، بنفس الوقت من هون مو عاملين فيها حركة نهائيا، عشان انه هي برضه صعب انها تتغير، او ما بدها تعمل اشي تغيير، ونفس الوقت تكون لابسة قبة عالية لحتى ما تعمل لها انه اي اشي يبين من الفستان او اللبسة اللي هي لابستها. هلا هذا النيون واللون اللي نقدر نحكي البيج او الطحين الغامق، التنين مع بعض حطتهم ولفت اللفة من بالآخر من الرقبة. بالضبط، من عند الرقبة عملنا الحركة باللونين، لفتهم اللفة هيك. وإيش كتير سهل تقدر تعمليه في البيت. هلا رح نحكي عن اللفة. طب معلش بس بصير اطلب منك طلب، انه الآخر او النهاية تبع الحجاب اذا بتقدري بس تفكيها وتفرجينا كيف انعملت. هلا هاي النهايه طبعا انا بثبتها بدبابيس بس عشان يكون اكيد تمام الشكل المناسب. تمام، هلا رح نحكي عن النهايه اللي هي هاي. النهايه اللي هي اللونين لفتيهم مع بعض. طب انا بدي اساعدك بس بدي ازيحها لهاي الجهه. أوكي. عشان تبين منها من هون كيف عم تلفيها. اوكي بالضبط. هلا احنا اول اشي كثير الخطوات سهله، ربطنا الشال النيون لورا، بعدين ربطنا الطحيني فوقه. هاي راح ابرجيكم من ورا اكثر. ربطناهم، بعدين بتنقي وحده قصيره وواحدة طويله، والقصيره راح تغطي فيها الرقبه. تمام، اذا ما كانت مغطيه. بعدين كيف بتلفين؟ بعدين بتختاري الثانيه برضه الطويله اللي هي هاي. كتير بحركة سهلة. بالضبط، تقدري انك تعكسيهم هيك. بهاي الطريقة. تمام. طبعا انت تتحكم بالطول اكيد اكتر، وبتلفيها بهاي الطريقة. كتير حلو، كتير يعني كتير بسيط وحلو. بالضبط، وهي اللي زادت معنا الطويلة تقدر تضيفيها من هون أو تنزليها بالطريقة اللي أنت بتحبيها. تمام، وإذا ما حبيتي حابة تخفيها بنخفيها لورا. وبتشبكيها بالدبابيس طبعا الموجودة عشان تثبتيها.
طب بالعادة وردة قد ايه بياخذ وقت زي يعني عمل هيك حجاب بالبيت للست؟ بيطول لتعمله بالبيت؟ هلا حسب تمكن الست، يعني إذا الست كثير سهل أن تتمكن بالحجابها لا ما باخذ معها وقت. وإذا كان مثلا لما نكون احنا بدنا مناسبة أو شيء بتلاقي بياخذ وحدة معها وقت لحد تثبته أكثر إنه يكون كل أمورها تمام. طب هذا الحجاب اللي احنا كنا عم نحكي عنه بناسب أي وجه؟ هلا هاي أكثر إشي شوفي الوجه المليان بس مش كتير وسط، لأنه إحنا هاي المنطقة اللي هون بتقدر تحكم فيها تعملي لها فوليوم، فصفة هذا المنطقة اللي هون إذا كانت مليانة رح يكون أوريدي معطيكي شوية فوليوم. برضو الوجه النحيف برضو أكيد بيلبق لها. أكيد. طيب إيش الحجاب الثاني اللي بدك تحكي عنه؟ عن التاني اللي هي هاي، هي كتير سمبل عادي، يمكن إنه كتير في ناس بتلفها، بس عملنا إشي إضافة بسيطة إنها تقدر تخليها للمناسبات. هيك منيح. أوكي. هو الحجم كتير كبير للمانيكين، مغطينا ومش مساعد كمان إنه نبين من وراهم. طبعا أول إشي هو هذا حجاب قطن، كتير في ناس عنا متعودة على القطن ما بتحب تلبس إلا غير قطن، بترتاح فيه للمناسبات ما بضايقوها دنيها زي الستان. فضفنا هالبروش بتقدر تضيفيه لتصير نفس لفتك لمناسبة بنفس الوقت للأيام العادية إنك تعمل بروش من نفس الحجاب. هي كتير سمبل عادي، يعني هاي اللفة ممكن إنه لو ضلت بدون البروش بتكون لفة عادية. أيوة بالضبط، بضلها عادية لأي يوم. لأي يوم. بالإضافة هاي بصير عندك في حركة اللي بتمكنك إنه تروحي فيها لمناسبة معينة. بالضبط. تمام. أوكي. رح نحكي، خلينا نحكي، شو رأيك نحكي عن هون اللون المشمشي نقدر نحكي؟ لأنه أنا حاسة يعني أكبر. أوكي، إحنا بنعرف إنه هاي أكتر مع بلوزة أكيد قبعة عالية صح؟ أكيد طبعاً. هاينك. هي على الأغلب مع هاينك، أو إذا مش مع هاينك بقدر الزبون ندمج لها شال تاني نغطي فيه الرقبة. بس أنا إنه قلت إنه هلأ بتعرف شتا الدنيا وأكتر أغلب الناس بتركز على إنها تكون لابسة هاينك. رح أجي أورجيكم اللفة. واضحة. هلا هو الشال كيف كمان انت تختاري الشال نفسه انه يكون مشغول منه وفيه. فهلا هو الشال اوريدي مشغول على اطرافه ذهبي. هل بتعرفي كيف تستغلي هذه النقشة بلفتك للحجاب؟ طبعا اكيد لمناسبة مش لكل يوم. اكيد. هلا هاي مكسر اوريدي، هاي الموديل بنسميه هذا مكسر. كثير صعب صح؟ لا هو بتمسك اطراف الحجاب وبتضلك تحطي طرف طرف، بدك تعرفي كيف تستغلي من الطرف بتبلشي تشتغلي. بعدين بتضلك تلفي كمان لطرفين واللي بزيد معك من تحت برضه لطرف لحد ما يكون طويل. طبعا هو بيكون كتير حجمه كبير هذا الحجاب، نفس الوقت شوفون هو بصراحه بياخذ وقت. فمثل ما انتم شايفين هاي اغلب لما بتكون لابسه هاي نك مغطيه الرقبه او بشال ثاني بنقدر نغطي. تمام. هلا رح نحكي نشوف هاي. اوكي رح نحكي عن هاي. هاي مثل ما انتم شايفين في عامله عليها بيبيوني من نفس الشال. من نفس الشال. هلا هاي بتقدر الوحده تلفها كمان بالبيت بسهوله. هلا بورجيكم كيف. يا ريت. يعني انا عم بطلع على حجابك انت في عندك جرأة بالاختيار اللون. يعني الحجاب كتير انه راكز وكتير مرتب، لكن الالوان فيها كتير جرأة. كتايجر يعني. بالضبط، لانك لابسه تايجر وكاسريته باللون الموف الغامق كتير. هلا احنا كمان بتحب، يعني انا مثلا شخصيا ما بحب كتير اغير لفات الحجاب، ما بحب كتير بصراحه امشي على الموضه، مش كل شيء بناسبني. بس بحب ادخل الوان، بحب البس الوان. يعني هلا التايجر دائما معتاد انه اسود بني بيج، انا لا بحب مثلا مرات بلبسه مع بيتش مع موف غامق، حسب طبعا شو الاكسسوارات الباقيه، الشنطه الهيلز اللي لابسيتها. وبعدين يعني الوحده بتكونش عندها جرأة، بس لو تجرب بيطلع اشي حلو، مش غلط الوحده تجرب. صح مزبوط. يعني وزي ما حكيتي الست دائما
تمشي على الحجاب اللي بيناسب تقطيعة وجهها. بالضبط. دائما الشكل اللي بيناسب الوجه يعني الشكل الست والحجاب انه يتناسبوا مع بعض بضل ببين وجهها احلى اكيد يعني. اكيد طبعا. هلا كثير في موديلات عم تطلع جديد بس ما عم بتناسب كل الوجوه، رغم انه كثير بنشوف بنات انه عاملينه بس هلا يمكن ما حدا يجي يقول لهم انه لا مو حلو عليكي او انه او يقولوا لها انه حلو او هي تكون شايفته حلو، بس لازم تكون تختار صح لا وجهها، يعني مش دائما الموضه بتلبق لكل وجوه فيعني لازم وحده تختار تعرف اذا عندها منطقه مليانه كيف تخفيها، عندها منطقه كثير ضعيفه كيف بنفس الشال تعمل في حركه لحتى تبين انه وجهها مليان اكثر. انا خايف عليك تغزي حالك بالبوس اللي بايدك. طيب خلينا نشوف هذه البابيوني اللي عملتيها كيف سويتيها. اوكي هلا هاي البابيوني هو واضح انه الحجاب اول شيء، طبعا انا بس اورجيكم عادي انه بنقدر البابيوني نفسها اللي عاملينها من نفس الشال نقربها اكثر لقدام ونضيفها هيك، طبعا حسب الوجه لانه مش كل وجه بيلبق لها بنفس الشيء، فزي ما انتم شايفين. اوكي وبرضه بالشال الثاني بتقدروا تغطوا الرقبه. بنقدر نغطي الرقبه. تمام. هلا رح افكها عشان اورجيكم كيف عملها عشان تقدر تعمليها بالبيت. هلا مو شرط تفكيها، هذا اول شيء اكسسوار. هذا اول شيء اكسسوار. ثاني شيء هاي بتقدر بخيط. يعني انا كمان انه انا بدي ست البيت باشياء عندها بالبيت تقدر تستغل هذا الشيء. مش عارفه ايه الوضعيه المناسبه. هلا هي هيك مربوطه كانت عادي عادي بتربطيها عادي. تمام. تخلي وحده مش كتير قصيره من الثانيه، لان اقصر من الثانيه والثانيه طويله. تمام. طب احنا عم نشتغل على الطويله. اوكي ايوه. طيب هلا الطويله كيف ممكن نعملها؟ الطويله بتصفطيها بطريقه مرتبه مثل هيك. طب شو رايك عشان نلفها للكاميرا؟ اوكي نيجي هيك هون هيك هون ايوه هون. اوكي يلا بنصفطها بطريقه مرتبه. تمام ايوه. بنمسكها هيك وبنجيب الطرف الثاني برضه بتصفطيه بطريقه مرتبه. وبنطويها لفوق. اوكي هيك. تمام مثل ما احنا ملاحظين. هلا بننسقها بس بعدين من هون تقدر بالبيت بخيط او باي شيء ما كان. احنا مثل هذا السلك استخدمت. طيب اساعدك بشيء امسك لك اياها. اوكي طيب بليز انا بمسك لك اياها من هون وانت لفيها بالخيط. اوكي لحتى لما بتكون انت اوكي اوكي تمام. وهلا بتجيبوا اي شيء اكسسوار من عندك بالبيت مثل هاي ورده. وبتضيفيها هون وبرضه بتردي بتلفيها حواليها. تمام. يعني صراحه بسيطه، انا فكرتها اصعب من هيك. لا هي بسيطه بس الناس بتشوفها صعبه. هلا مثل ما احنا شايفين. تمام صارت عنا شكل ورده مرتبه. هلا بالطرف الثاني بتلفي زي ما قلت لكم، تقدر تحطيها لقدام. اعمليها لقدام، كانت لانها قبل شوي ما عملتها. هيها لقدام. بنقدر نعملها هلا هيك لقدام. بتقدر تقدميها، تطوليها، تختاري وين بدك تحطيها، برضه بالدبابيس بتثبتيها اكثر. حلو. بالدبابيس بتثبتيها اكثر. تمام. اوكي. ضربها لك راسها. اوكي. اوكي وزي ما حكينا بيعود الاختيار لا لها اذا بدها تغطي رقبتها او لابسه هاينه. اوكي اوكي تمام حلو. طيب اخر شيء انت حابه تعملي لنا اياه؟ انا شفت شيء كثير هيك سمبل وشغل كل يوم، يعني هذا الالوان هاي بالزبط. انا بحسها بتناسب اكثر من بنات الجامعه. بالضبط اكثر من لبسه بنقدر نحكي، حتى اذا تكون لابسه ساده وحطت هذا الحجاب كثير بيطلع حلو، لو لابسه ازرق بيطلع كثير حلو، لو لابسه زهري او اخضر برضه بيطلع حلو. اكيد هلا هو بيرجع للاختيار، زي ما بنعرف الناس اذواق، في ناس بتحب التعريقه اللي كثير بسيطه، في ناس تحب التعريقه العريضه، في ناس بتشوف تعريقه عريضه بس ما عندها جرأة انها تاخده. فانا بقول لك بخفف عليك بشغله انك
التعريقة العريضة إذا بتلبسيها مع قمطة بيضة أو أوف وايت أو شو بناسب بشرتك سمرة أو بيضة. وطبعا نحكي معلش بدي اقاطعك نحكي للبشره السمراء ايش الاحسن الابيض والفواتح ولا تلبس هلا احنا ما بننسى يعني انا مثلا انا شخصيا بالايام العاديه اكيد الكل بيحط ميك اب لو شيء بسيط لو كونسيلر مثلا ومسكارا فبتلاقي يعني لو لبست مثلا شوي نقول برونز هي او سمره شوي حطت ميك اب يكون رايق ولبست قمطه بيضاء مع حجاب معرق ما يعني ما بحس انه رح يكون شكلها انه رح يبين انها كثير سمره لانه التعريقه الشالي معرق اوريدي اجى على وجهها وخفى خفى شويه البياض اللي ضايفته بس انا بدي اساعدك كل لبسه لما تحطي ابيض كيف بكون مع الشال المعرق بكون حلو واكثر جراء انك تلبس الوان معرقه تمام هلا هذا انا رح اعلمكم فيه مثلا نقول هاي اللفه هاي اللفه كيف تقدر تعملها بالايام العاديه زي مثلا بنت جامعه اوكي حابه تغير من لفتها طيب هلا كنا عارفين شالة عادية بتحطي هون دبوس هون دبوس عشان تضمن انه ما يتحرك تمام وبتخليهم التنتين يا وسط يا واحدة اطول من الثانية بس احنا بتعرفي يعني روس الملكانات تستخدم اصغر احنا مرات ناخد تاخدوا اكتر اكتر مساحة ايوه بالضبط من الحجاب هلا في الوان ممكن تطلع الوجه نقدر نحكي باهت او بيل أكيد. طبعا في الوان مثلا في الوان الابيض المعرق ما بتحسي مثلا اذا وحده كثير سمراء ما بتقدر تختار هاي الالوان ما لانه ما بيلبق لها يعني ممكن هي تكون حبيبته ممكن اذا بدك تكسري بقمطه ممكن تلبسي لبسه فيها الوان تضيع لك الشال اللي انت حابه تلبسي وبنفس الوقت تلبسي تمام هلا هاي اللفه كثير سهله كثير في ناس بتلفها بس انا بدي اورجيك كيف تقدر تضيفي عليها اشي الكل بيلبسها عادي لفتيها لفة عادية من ورا وطبيعية هاي زي ما انتم شايفين هلأ في عنا صفت واحدة طويلة واحدة قصيرة اوكي هلأ. شو بتعملي؟ ممكن بالطويلة تعملي نفس مبدأ الببيون اللي عملناها هون اللي هي هاي المبدأ وبهاي تلفيها حواليها وتضيفيها هون وعادي بدبابيس هو لانه يمكن الشال معرق شوي مش كثير مبين الموديل بس انا بدي اعلمك كيف ايش بتقدري للايام العاديه تعمليه مثل هيك ببيونه وتنزلي شوي شبره منها عاد هاي نفس اللفه اللي بتلفها البنت بالايام العاديه بنفس الوقت عملت حركه طبعا بتكون لابسه ساده يعني اي لون ساده مثلا اوف وايت نيلي فوشي ساده راح تكون مبين الحركه اكثر على اليمين تمام في شيء ممكن تحطي عليها هي فلتت مبدئيا بس مش مشكله طيب زي ما قلنا احنا بالدبابيس اكثر لانه ما تنسى الشال خمير تحطي اكثر من دبوس كمان بتقدر تعملها نفس اللفه في نزلوا شالات القطن اللي برضه هلا انا راح احكي للي بيلبسوا قطن كثير كثير تغلبوا بالمناسبات لانه اغلب بالمناسبات الشالات اللي لبسوا للمناسبات اورجانزا الشيفون الخفيف فيه لمعه اللي هو مثل هاد اللي مثل هاد هلا هذا بتتغلب اللي بتلبس قطن انها يعني انها تلف انها تغير وانها تغير او انها تلفه بالبيت بطريقه سهله لانه هو دائما بيجي كمساحه اقصر وخفيف بالزبط. فعشان هيك نزلوا نفس هاي النوعيه بس بيجي مقصب يعني تقريبا زي هاد بس كله مقصب فبتقدر تلبسه بتقدر تلفه بهاي الطريقه تضيف بروش انا لانه انا معي بروش بس يمكن لانه ما بلبق كثير على الحجاب بس عشان اورجيك كيف تستغلي اشياء من عندك بالبيت تقدر تضيفيها تلملمي فيها الشال تضيفيها هون هيك انت غيرتي وبنفس الوقت ضليتك على لفه الشال اللي انت متعوده عليها إضافة. بس انك ضفت لها اضافه اوكي وزي في بنات بيضيفوا حلق بتختاره ويكون مناسب للبستها وبنفس الوقت ما بكون كثير مبين من الرقبه او يعني زي هون تضيف الحلق ما بكون مبين ولا شيء وبنفس الوقت بتحس انه كثير غير بشكلها تمام شكرا كثير لك ورده وان شاء الله يكونوا عن جد شافوا تغييرات والناس اللي بتحب انه تغير لكن ما بتتجرأ تتجرأ ان شاء الله ان شاء الله اهلا وسهلا فيك الجميع شكرا ان شاء الله
موسيقى.